حياك الله برضا والنور. خليني أسألك سؤال مغاير، كيف شفت دخولية أبو صالح اليوم رئيس مجلس إدارة قناة الواقع المضيئة؟ ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة أول شيء صبحكم الله بالخير، نصبح أيضا على زميلنا تركي أبو فهد، لكن نقول من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. اليوم الدخولية الفخمة، الدخولية الباذخة، دخولية أبو صالح الشيخ إبراهيم حسين مالك قناة الواقع، ومع ذا الذود اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحرصات ابل مسمية ومعروفة، وابل ترى بعضها شارك في المزاينات يعني مرقمة. فاليوم الدخولية حتى يعني عطى درس للمتسابقين، دخولية صح. حتى يعني الرجل اعطى الكاميرا حقها، ما انتظر محمد عيسى يعني. اي لا ما فتح الباب يا مالش حمود، دخل على حلاله هو بلا حتى لا ما احترى الشارع ولا احترى ولا احترى ادخل ولا اطلع دخل، لكن حضوره مع المتسابقين اليوم. وكيف شفت اللوكيشن الجديد؟ فارق جدا. اللوكيشن بيلقي بظلاله على اداء المتسابقين، خصوصا في النهار لا صارت الخلفات موجوده ولا صار الخيول موجوده، فهذه يا اخي تنور في الشاشه. البل ترى لها نور، حتى كبار السن هم يشوفونها في الشاشه. انت تشوف كناقه جلست تناظر، ما عليك من المتسابقين ولا من غيرهم. اسمك خطت علينا. لا لا لا، انا اقول فعلا. لذلك انا اشكر ابو صالح على هذه الدخليه، اشكر ايضا ابو صالح على هذا اللوكيشن اللي بيثري البرنامج وبيرفع رتمه. شكرا لابو صالح، اشكر على كرمه يا رجال. لو جوه كل المتسابقين قال روحوا كلكم. والله العظيم اني ساحبه من السيب. قلت يا ولد انت بتشرهم بعد شوي. ارجع الله يجزاك خير. والله لو واحد جاء عند دبله عند ذوده ومستانس، ما يقصر وهو مستانس وطلب الجكسار، بس هم مو بذكي المتسابقين. صح، لو واحد جاء عند البل وطلب الجكسار والله نعطيه اياه. يمدينا الحين بس ما في مبيب. لا خلاص رقد اسابيع وكاشه. نقطه ملاحظه مهمه ابو نايف، لا اقطع وارد الاخواني. تحية لهذا الشيخ الوقور، الشيخ اللي درب اليمين، الرجال اللي جاء وعطى المتسابقين اللي هم يبون. في نقطة، هو داخل يوم دخل عليهم وهم جايين يرحبون، يرد له صالح يقول مرحبا بكم في محلكم. أنا أشهد هذا. شوف كيف الرجل في النهاية مزرعته قاسمها بالنص بين البرنامج وبين شو اسمه الحلال. الله يعطيك العافية أبو صالح. حنا كل يوم أيضا هنا في ضيافته ومعزبنا، الله يعطيك العافيه ان شاء الله ويصلح لك النيه والذريه يا ابو. ممتاز. نسخه اصبر ما تسحب، هذا رئيس مجلس الاداره. ليش علي علي معناته انه في وقفه يعني لا لا ما تسحب علي، لو في اثنين ما تسحب علي. ايوه عشان ما يقول اخر ابراهيم يحضر المقدمه. لو ما تكلم عن منصور مش الشركيه، لكن اثنين لا ما تمشي علي. سالفه الرياجيل. ايوه انتبه يا علي. دقيقه علي، نفس اليوم 66 نفس اليوم 66 علي. يعني انت الان تتهمنا ان في نحن ثلاثه حزب؟ ايوه ثلاثه زائد واحد. انتبهوا يا عيال انتبهوا. انا ما يفرق فيك حزب. انتبهوا يا شيخ، روح تكلم في البحر الوقت كله. اول شيء بيضل وجهه على حضوره وكاشخ بالجملي والازرق وصالح اليوم منور الحته على سنقر عشرة. لبيس ابو صالح، لبيس دويق ابو صالح، الله يعطيه العافيه. بيضل وجهه، وما زلت اقول مثل ما قدم اليوم المتسابقين، اعطى وليد ذبيح. والله يا وليد ذبيح انه كان اخر الحوش، زام من خلقه ومخنوق. يوم قال 48 ساعه ايش ما غرت فعل، شبر كامل على راسه يمشي فوقه. يا وليد شو قال؟ خلاص 48 ساعه انا مستانس الحين. موسى الفيفي، وان شاء الله انه ما ياخذه موسى، اعطى موسى الفيفي 48 ساعه. عارف ما طلعت كاشله. ويستاهل موسى، وفازوا بها الشباب الله يبيض وجيههم. والله زي ما قلت انت، لو ما ردينا من عند السيب كان اعطى متسابقين ما يبغون. انا اللي تبغونه ابشروا. بيض الله وجهه ما قصر والله لا يهينا، وان شاء الله عوايده. شكرا لك. كذا تمام، كذا يقص المقطع يعطوه اياه. طيب اللهم لك الحمد. في بشرى خير يا جماعه الخير. نسخه اين الدليل؟ اتوقع ان الاسم هذا خلاص، يعني ما راح يجون بكره ناس في الجمهور يطالبك يا ابو حزام. نعم. يقول اين الدليل؟